مشاهدينا الكرام السلام عليكم اهلا بكم في الموسم الثاني من حصه 60 دقيقه كره 60 دقيقه كره سنواصل فيه الحديث عن كل ما يخص كره القدم الجزائريه سنتحدث اليوم عن اجتماع المكتب الفيدرالي الذي اجل وعقد اليوم سنتكلم عن المنتخب الوطني أقل من 18 سنة كما سنعرج في الأخير عن المنتخب الوطني الأول المقبل على مواجهة النيجا في مواجهة مزدوجة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 للحديث عن الموضوع أتشرف باستضافة أمين دريسي محلل القناة أهلا بك أمين أهلا بك مصطفى السلام عليكم كم كما أرحب بالإعلام القدير ياسين معلومي مساء الخير مصطفى مساء الخير لكل المتفرجين ان شاء الله نكونوا عند حسن ان شاء الله شكرا لقبول الدواء رغم ضبطت تاعك بارك الله فيك امين المكتب الفيدرالي كان مقرر الخميس الماضي كان راح في الشرق يعني اجل دون اشعار ما تعليقك على هذا الوضعيه هذه؟ والله اولا بسم الله الرحمن الرحيم احنا كما نقول لك دوماج مازلنا نشوفوا هذه الامور تصرى على على المستوى الفيدراليه احنا قلنا ربما انتخاب رئيس جديد راح يجيب معه الجديد ولكن لسوء حظينا مازلنا نشوفوا هذه الامور والله هنا دوك الغيابات هما كما يقول لك اهلهما كادرى بشعابها احنا ما على بالناش الغيابات هذه علش. وكان في البدايه غياب تاع رئيس اتحاديه لاسباب خاصه قالك يعني سافر لسويسرا باش يقضي امور عائليه شخصيه يعني واليوم جا دون سابق اشعار أه قال لهم نديروا المكتب الفيدرالي نعقدوا المكتب الفيدرالي وما تمش ربما الاجتماع ولا تم حنا ما على بالناش دوك اسكو واش كاين اكزاكت هما اللي على بالهم علاش علاش كانوا الغيابات ولا علاش تلغى ولا علاش ما ندارش قلت لك احنا برك نظر على هاد الالغاء هذا قلت لك مازال هاد المشاكل على المستوى الاتحاديه اللي يعني مازال ما لقيناش الحل المشكل المشكل في الاتحاد الجزائري لكره القدم اسمه جديد اليوم عندنا مكتب فيدرالي جديد وهو قديم معنى جل الاعضاء ولا بنسبه كبيره هم نفس الاعضاء اللي كانوا مقرد. اللي كانوا في يعني في عهد الرئيس ربما تغير سابق. الرئيس فقط ما عدا رئيس وعضو او عضوين معناها الان المشاكل اللي كانت في العهده السابقه ما زالت زالت اليوم خير. هي نفس المشاكل من جهه من جهه ثانيه هذ الاعضاء اللي ما جاوش اليوم يتهموا الرئيس في حاجه واحدة يقول لك هو عنده معناها كيفاش يقولوا ينفرد بالقرارات بالقرارات وهما معناها راهم شغل في الطبقه الثانيه معناها ولاو يسمعوا الاخبار ولاو يسمعوا الاخبار معناها جوشيا دروات و... وما يسمعوهاش من عند, عند الرئيس هذا من جهه من جهه ثانيه آه يقول لك بلي تقليص الصلاحيات معناها مثلا عضو كما عمر بهلول ولا ولا بن حمزه مثلا ولا كانت عندهم بعض الصلاحيات اليوم هذه الصلاحيات تقلصت ولا القرار الاول والاخير عند الرئيس انا كنت متواجد في الاتحاد الجزائري لكره القدم يوم الثلاثاء الماضي وعملوا اجتماع عملوا اجتماع هذا يعني سبع اعضاء نظن عملوا اجتماع البدايه الاولى كانت حبوا ينحوا معناها حبوا ينحوا سحب الثقه سحب الثقه من الرئيس الرئيس اللي كان متواجد خارج الجزائر لاسباب عائليه عائليه لا رئيس لما دخل كلمهم قال هم باللي راح نديروا اجتماع تاع المكتب واسمه واسمه الفيدرالي ولكن هما هما في قرار نفسهم حابين يعملوا ضغط ياسين صح يعني هاد الاشخاص هاد, هاد السبعه هاد الاشخاص اللي اجتمعوا كانوا قادرين من الاول كي راح زاد شي يروحوا معاه يكملوش مع المكتب هذا شوف انا حاجه متاكد منها حاجه متاكد هادو هادو لما اللي معناها مع الرئيس السابق عملوا كل ما في وسطهم ونيغوسياو مع البريزيدون هذا باش قعدوا باش قعدوا باش قعدوا اليوم اليوم يعني دوك لازم عليك تقبلوا يعني يعني اغراض باش يعني داروا الشيء هذا من جهه من جهه دوك واش دوك عندهم اغراض باش نيغوسيو باش يقعدوا مع الراي كيما قال لك الزميل مصطفى مصطفى قال لك لو كان كانت عنده انا ما نقدر شوف سون سيت لينو لو كان كانت عندهم الجرعه او الاخر كان راح الرئيس يروح وما شوف حاجه واحده انا مثلا ناخذوا مشكل واحد فضل. مثلا قائمه الحكام الدوليين نعم قائمه أسألت الكثير من الحب اسالت الكثير من الحب يعني هذه القائمه هذه القائمه عملها رئيس الح... يعني رئيس الحالي والحكم الدولي السابق محمد بشاري عملها وفق انا المعلومات اللي عندي وفق يعني تنقيط تاع السنه معليش نسقسيك حاجه قولي شكون رئيس الحكام رئيس الحكام لجنة الدين عمارة بارك الله فيك يعني لا لا من حقه يدير لجنة التحكيم لا, لا لا لجنة لجنة التحكيم بمشاورة مع بشاري طبيعية بطبيعية طب طب طبيعي من الحبر اليوم بدون اليوم اليوم, اليوم اليوم بشاري يتحمل مسؤوليته ودار واحد ونحى واحد ودار واحد هما كانوا قادرين في الديبي كي دار شرف الدين عمارة رئيس لجنة التحكيم قال يا اخويا إحنا نفوتيو ما نقبلوش شرف الدين ولكن نفوتيو ما يقبلوش ولكن ولكن نيفو في ولا في التسيير تاع الاتحادية افون ما هل هل القائمة هل القائمة معروفة الرؤساء السابقين تاع قائمه الحكام الدوليين كان تعقب على المكتب الفيدرالي ويناقشوها <متحابة> جيد انا أقول لك حاجه شكراً. انا 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 حاجه انا حاجه على بالي كان كاين في رئيس سابق قائمه الحكام تروح للفيفا وهم يسمعوا بها عن طريق على الجرائد <متنافع> ربما مهتم طيب اليوم 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 انا جبت الله. محمد بشاري بالسلبيات تاعو بالايجابيات تاعو عطيت له الثقة، اليوم هو هو ماشي مهبول ينحي مثلا فلان ويدير فلان ولكن أو كان حكم ح... أو كان حكم ويعرف ويعرف ح... وحتى حتى السبب حتى السبب هذا بعض الحكام الدوليين السابقين تنحاولي نفس السبب، اليوم يقول لك مثلا الحاكم اللي يخفق في الاختبارات البدنية نعم يقصى نهاية. مباشرة نهاية. اليوم نهاية. يقول لك كاين بيريود دو 45 يوم باش نبدلو باش نبدلو اليوم اللي... اليوم الحل الحل راه عند رئيس اللجنة المركزية للتحكيم واسمه واسمو الرئيس الحالي شرف الدين عمارة ومحمد بشاري يقعدوا في مكان ويقولوا هاولي كاولي ولكن راه يقول لك زعما اليوم زعما حبوا هذا الاعضاء السبعه يبع يديروا ورقه الضغط وكل واحد عنده دي ما معليش نتا هاد الاعضاء السبعه هادوما اللي يحبوا يديروا الضغط اسكو افون كانوا ياخدوا لي ديسيزيون وكانوا في محلها لي ديسيزيون لا لا إيه سبحان الله هذا الرئيس راهو شاف باللي ما كاش ما كاش بروغريسيون في, في, البيرو اللي فات نقولوا البيرو اللي فات هو مازالوا اليوم اليوم ما كاش الرئيس بطبيعه الحال يقدر يشاورهم وياخذ هو لا حاجه حاجه جاي. وحده في المكتب الفيديو عليه هذا ولا حتى في المكاتب واش اللي فاتت غير ليكيب ناسيونال دوبي لا فيني دو بلمادي اللي انتوشابل غير المنتخب الوطني اللي واحد ما يهضر عليه على بالو واحد دقيقه واحد هذا 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 واحد واحد ما عنده لو كوراج يقول بلي المنتخب الوطني هو يمشي مليح ولا ما يمشيش مليح ولا ما انتوشابل امين نسقسيك كي كان غوتي على راس لجنه التحكيم غوتي نعم علاش هادو ما كانوش ينتقدوا التحكيم رغم ان التحكيم كان يتكركر مع احترامتنا للحكام الجزائريين لا والله دوك انا شوف ما نقدرش ندخل بوكو بليس في لي ديطاي لا واش حبيت نقولك انا يعني امين هادو مادوك دوك انا على حساب واش انا نقراو ماشي راي على حساب واش انا نقراو ونشوفو نقرأ نقرأ عندهم صراعات خاصه مع شرف الدين عمارة والجهوية والجهوية صح علاش ما كانوش يهضروا سابقا هذا شنو يحب نقول لك انا المكتب الفيديوالي هذو كل واحد عنده حاكم يحب يدافع عليه اليوم 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 ما تنجمش كاين نقولوا مثلا لا مصطفى غربال ولا عبيد شاف ولا بن براهم هذو واحدين ينجم يهضر عليهم باسكو اي سون كونفيرمي بار لا كافي لا فيفا هذو سون ديزيني ديريكتومون هذا الاداء تاعهم يحكي عليهم هذو الاداء يحكي لهم. اليوم الحكام الاخرين كاين حكام اللي كانوا سيسبونديين دو توا فوا في العام نعم <applause> <applause> كاين كاين ديزابيت اللي اليوم كاين كاين حكام عنده غير باج صدي اليوم انت انت كي تجي تحكم بلاصه عندك باج تي زابيت انترناسيونال ما دير والو في لاكاريا تاعك خلي بلاصتك بطبيعه الحال منطقي تخلي بلاصتك اليوم 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 إحنا نجو نجو نهضروا المشاهد او يشوف فينا شكون ما يعرفش بالعيد لاكار شكون ما يعرفش حمودي شكون ما يعرفش بشاري شكون ما يعرفش بنوزة شكون ما يعرفش هنا. هذو خلاو البصمه تاعهم في التحكيم هل اليوم الحكام الدوليين هذو ولا اللي مقبل منهم هل خلاو البصمه تاعهم ما عدا الثلاثه اللي ذكرته انت في البدايه آه ابي عبيد شارف و... و... وبن براهم اليوم شرف الصفيره ف... الجزائريه في كل في كل مره يعيطوا ي... له يستنجدوا به في افريقيا لا لا اليوم, اليوم 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 احنا عندنا هذا مصطفى غربال واليوم واليوم ماشي مشكله

لما حب طلع دا لي جون وسمو شكون طلع؟ طلع بنوزه بن وحمودي لاج دو 28ون. نعم <applause> <applause> حمودي حمودي <applause> مع بنوزه بن من 28ون هما حتى 45 سنه. لي كوب دافريك لي كوب دي موند لي كوبتيسيون انترناسيونال <applause> اليوم التحكيم تاعك ضعيف اليوم اليوم التحكيم حتى انا تخليني باك نزيد نفتح حاجه حتى التحكيم عند النساء انا نقول لك حاجه اليوم عصام عبد الفتاح هذا اللي حاكم التحكيم في شمال <applause> افريقيا ماده ولا جزائري جزائريه لتربص القدم، أنا نقول لك علاه باسكو الاتحاد الجزائري تاعك ضعيف، ولما يكون الاتحاد الجزائري تاعك ضعيف كيكون ضعيف، معناه أنت اليوم ما عندك ولا حتى صح. واحد في المكتب التنفيذي واسمه ليكارت، ليبيا أنا خليني نوصي هذه بك ليبيا أه قلت لك ليبيا أه تونس رح يلعبوا اللقاء القادم أمام موريتانيا نعم عينوا لهم أحسن حاكم في إفريقيا هو الإثيوبي تيسيما وفي لقاء العودات سينيولوم الجزائري عبيد شاف لماذا لانهم تونس وموريطانيا عندهم اعضاء المكتب التنفيذي للكاف انت ما عندك حتى واحد احنا لقاءات المنتخب الجزائري اللي راح لعبوها مع نجل ذهبا وايابا حكام شباب ما يتجاوش السن 34 سنه اليوم ما تنجمش انت اليوم هما عندهم معرفه وينجموا يضربوا باش بوكاليفي لي زيكيب تاعهم حنا رانا غايبين حنا اليوم رانا نضربوا في الاتحاد الجزائري كرة القدم سته يجوا هذاك ما يجيش وهذاك يجي وهذاك إيه ما يجيش فوالا هذا واش نحوسوا باش تكون عندنا باش تكون عندنا كيما يقول لك ان بوا او نيفو دو حنا عندنا مازال ما, مز ما واحد ما عنده ان ولا واحد ما عنده ان يقدر ياخد اون ديسيزيون ولا بكل صراحه والله قلت لك الامور هذه اللي كنا تمنينا باش باش تتغير مع قدوم رئيس رئيس اتحاديه جديد ولكن تفاءلنا بالخير قلنا والله بالخير ولكن المترجم. نشوف ان الوجوه هما هما ما حاجه خبرك نزيدوا حاجه, نزيدو حاجة. تفضل يا اليوم اليوم رابطه المحترفه ورابطه ما بين الجهات الهوات. والهوات والهوات وقت نديروا الجمعيات العامه تاعهم ياك ياك الوزاره والاتحاد الجزائري الجزائر قبل انطلاق الموسم هل قبل انطلاق الموسم هو الموسم راح ينطلق ما همش لاتين ما همش لاتين بل... ما ب كيما نقولوا تحسين المستوى تاع كرة القدم الرملاتين بالاغراض الشخصية تاعها والمناصب تاعها والمناصب تاعها اليوم اليوم هذا اليوم اليوم الحمد لله عندنا المنتخب الاول هو يغطي عليهم صح اليوم صح المنتخب آه والفرق تاعنا وقتاش خلينا من المنتخب تاعي <applause> تاعنا والفرق وجوز كون نقعدوا هكذا الفرق تاعنا احنا قاعدين هذي اليوم نقعدوا آه اليوم كرة القدم تاعك تقعد حتى يريث الله الاعظم من عليها آه طريقيا آه طريقيا آه امين يعني غياب سبع اعضاء عن المكتب الفيدرالي عمر بهلول بن حمزه وكالي ومعمر مدان طويل وشعشوه يعني نقولوا ايام رئيس الفف باتت معدوده لا ما نقولش الايام تاع الرئيس باتت معدوده ولا, ولا يعني لكن اكثر من امين والله, يعني والله هنا هنا اولا ما شرفوش نفوسهم هذوك انت كيكون اجتماع رسمي وغياب بدون مبرر انت تقول في الخطره الاولى الرئيس برر الغياب تاعه كانت عنده اسباب عائليه انت اليوم يعاود يدخل الرئيس ويطلب منكم اجتماع وتغيبوا بدون مبرر انا اقول لك هنا نقص الاحترافيه ولا نقص المسؤوليه ولا عاد سميها واش حبيت دونك هنا انا والله ما عنديش ما عنديش جواب شوف على هذا لا الشيء لانه اسمح لي يا لانه والله بكل صراحه هادو راهم يمثلوا راهم يمثلوا بلد باكمله راهم يمثلوا الكره الجزائريه حنا قلنا جاء جديد دم جديد ربما هنا وين راح يفتحوا البيبان احنا تمنينا باش يكون المستوى تاعهم تاع السيري يتطابق مع المستوى تاع الفني تاع المنتخب الوطني المرحله اللي وصل لها ولكن مالوريزمون ما شفنا حتى وهذا وهذا اعضاء المكتب هذو هروب هذا الهروب إلى الأمام اليوم اليوم جا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وحب يعمل اجتماع نجي للاجتماع ونقول له فيريتي نقابل نعم. ونقول ليكاد وش واش معناها اليوم أنت تحب اليوم هذا المكتب هذا المكتب اللي عنده دركا له خمسة و... ولا ست شهور اللي جا اليوم أنت واش تحب واش تحب تحب تدي إلا حبيت نحي منه الثقة ولا واش حبيت تدير إلا تنحي الثقة اخرج للعالم وقول بلي ما نخدمش معاه وانت واش حبيت قلت لك علاش ما كانش عندهم الجراه في الولايات تبعتني وراحوا مع الرئيس الاول كان عندك الجرأة انا ما نخدمش معاك نروح كان عندي الرئيس كنت نخدم معاه راح نروح معاه قلت انت ثاني امي قلت كلام شباب قبيله قلت امي يحوسوا على المنصب يعني هما جاوا يقطعوا في عماره اليوم انت ما تستناش تاخذ السنة يشاورك هو ولا يدير معك ما. يدير معك اجتماع بصح القرار الاول والاخر يعاود يعاود يولي الرئيس عندي عندي معلومه ولكن غير غير مؤكده تفضل انه انه الخدامين تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم ماشي خاصين جو بونس دوبوي دو موا لماذا؟ لانك قال لك جاو لقاو كيلكو قال لك لقاو كيلكو صالير كبار بزاف قا هذا قالوا انا ما نجمش نسيني جو با سيني, سيني على الدين عماره قال ما نقدرش لك انا ما نجمش نسيني اليوم المشاكل في الاتحاديه اليوم انا خدام في الاتحاديه اليوم انا مانيش نخلص واليوم أنا, انا كنا نقولوا بلي عندنا واحد ربعه ولا خمس سنين كنا نقولوا بلي حنا اغنى اتحاديه في افريقيا صحيح. كنا نقولوها اليوم اغنى اتحاديه في افريقيا ولينا ما ننجوش نخلصوا من بالخدمة خدمه دوله لا لا هو السبب تاع هذا من بين لي هذا من بين هذا من بين هذا من بين الاسباب تاع الغيابات هذا من بين الاسباب تاع الغيابات اليوم نوجهوا لي اسئله دقيقه مصطفى اليوم نوجهوا نداء لمعالي وزير الشباب والرياضه اليوم معالي الوزير لازم يدخل يون فورس اليوم لازم تتدخل مع علي وزير الشباب والرياضه اليوم الى المكتب الفيدرالي هذا ما عندوش بزاف من اللي انتخبنا عليه واليوم انتم تحبوا تجبدوا منه الثقه اروحوا اقعدوا في مكتب واحد وقولوا واش كاين وقابلوا الصحافه قولوا واش كاين اليوم اللي تعيط له واحد ما يحب يهضر لانهم كامل يقول لك انا ما اجتمعش وما نديرش كذا الى اخره وضعي ديره وحدود كذا الى اخره ولكن حاجه واحده ان الكره الجزائريه ما عدا المنتخبه رانا نسيروا أنا رايح والى متى هذا الصمت بالمسؤولين المسؤولين الكبار لي يعني نهضر هل... على المسؤولين الكبار تاع البلاد اللي يقدروا يدخلوا هذه هذا امر خطير هذا انا نقول لك بكل صراحه اجتماع الرئيس يعني يعقد اجتماع والاعضاء سبع اعضاء ماشي واحد ولا سبعه اعضاء نعم يقول يا بي كالك شوز كي امين نولي لياسين برك ياسين يعني كي شوف انت انا حبيت نسالك سؤال في النقطه التي اثرتها قلت باللي لي صالير عاليين يعني من الطبيعي رئيس الفاف ما يسنيش على حاجه أه. غلطه دوك اذا لي صالير هادو شافهم ما يتماشوش مع العمل اللي يقوموا به بعض الاشخاص لا شوف بطبيعه الحال لازم يطلب مراجعه شوف شوف أه حاجه واحده المال هذا اللي موجود في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم احنا كنا نقولوا بلي احنا اغنى اتحاديه في اتحادية. صح اليوم اليوم في في ان ايطا دو صالير تاع الخدامين مثلا أنا قلت لك أنا المعلومة تاعي راهي غير مؤكدة ولكن أنا سمعت بلي يقول لك كيلكو كذا إلى آخره ولكن لما يولي الخدام في الاتحادية يقول لك اليوم انا مازال مانيش خالص اليوم هذا خدام في الاتحاديه ما نروحوش المدربين ولا كذا ما نعم. نروحوش اليوم نقعدوا غير في الاتحاديه هل صح الاتحاديه الجزائريه لكره القدم راهي تعيش ازمه ماليه الا إيه صح تعيش ازمه ماليه وهم الاموال اللي كانوا في الاتحاديه, الأموال اللي, كانوا في الاتحادية. الأموال اللي كان في الاتحاديه كنا نقولوا عندنا اربع سنين احنا اغنى اتحاديه وين راهم؟ صح وين كنا نقولوا؟ 700 مليار وضعهم اكثر كاين ربما بعض الاموال اللي وضعوها في الوديعه باش يدوا منهم وسمو ليزانتيرينو بصح اليوم لازم يوقف رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم هو مسير كبير ويعني هو يسير نا. شركة عنده كبيره صحيح. الى اخره عنده الخبره والتجربه ولكن اليوم هو راح نقولوا في الشهر الخامس ولا تاعو ولا السادس اليوم رئيس الاتحاديه لازم يشد لازم يشد هذه الاتحاديه باسكو راهي رايحه الاتحاديه اليوم اليوم سي سيقراف سي سي انه من 13 عضو سبعه ما يحضروا معناها معناها هذه معناها حتى القرارات اللي راح يتخذوها اليوم نصاب حتى الفعلة. وزيد وزيد حتى بعض الانديه راهم متواجدين اه سمعت باللي عين نعم. مليله اه نصر حسن داي بعض الحق. اللي بالحق بالحق, بالحق تاعهم في المشكل ايه تاع نعم. النصريه الحكام نعم. الدوليين نظن عماري وبو خالفه كانوا متواجدين اليوم موسم في الاتحاديه ومازال بعض الانديه بعض اللاعبين يقول لك احنا نجو كذا الى اخره لا اليوم الاتحاد الجزائري الكره القدم راه يعيش فوضى وانا لك حاجه سي لو مومون سي لو مومون سي لو مومون باش وزاره الشباب والرياضه تتدخل على الاقل صلح بيناتهم على الاقل يخلوا المنتخب الوطني هذا اللي راح يركز اللي راح يلعب كاس افريقيا راح يلعب كاس افريقيا دون دوله طوا موا يدافع عن اللقب تاعو ياسين يدافع عن اللقب تاعو وزيد حاجه واحده اخرى ثاني عندنا اون كاليفيكاسيون بو لا كوب دي موند اون فا جوي لو نيجير اون جوي لو بوكينا او سبحان الله علاش علاش دائما كل ما نحب نسيروا في الطريق المستقيم صحيح. يجو ناس يحبوا يكسرونا نعم من غير المعقول امين نغلقوا ملف الاتحاديه والاجتماع المكتب الفيدرالي حتى يجوا القرارات ومن بعد نهضروا عليهم باسكو دوك قرارات ما نقدروش نحكوا عليهم خاصة انه غيب سبع اعضاء مازال ما, ما خرجوش وغيب سبع اعضاء يعني ربما ما حاش يتاخذوا بهم القرارات هذه. ما قرارات وحتى القرارات اللي تاخذوهم سون نول معناها ما كانش النصاب. بارك الله فيك. امين نرفع القبعه على اللاعب ياسين لاغا لاعب نادي ليون اقل من 18 سنه الذي تلقى دعوه من المنتخب الجزائري ومنتخب من منتخب فرنسا لكنه اختارت تمثيل منتخب الجزائر يعني هو كان لعب مع منتخب جزائري والمنتخب الفرنسي حاول يديه لنا لكن خيار الجزائر شوف انا نظن اللاعب هذا كان انت انت لانه شاف لاعبين سابقين اللي وجهوا لهم الدعوه في اصناف الشبانيه ولا في في, في شافوا باللي <applause> جوست بور بالك باش يكسروهم ولا باش يعطلوا لهم ما يلتحقوش بالمنتخب وعندنا عندنا عندنا اسماء كثيره من اللي كانوا يبرزوا في الوقت هذاك مثل فقير ومثل بزاف عوار, عوار مثل بزاف لاعبين هذا ربما احنا ما نروحوش من الكوتي هذا نقولوا لبا نداء 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 القلب آه رغم انه قلت لك لا تاعو كانت فيها شويه شويه حيلة آه ربما دار الخيار الانسب لانه إحنا رانا نشوفوا المنتخب الوطني كلكو سوا في, في, في البي ولا في الا ولا رانا نشوفوا تطور مستمر راهم في نسق تصاعدي لربما راح تسمح له الفرصة باش يقدر يكون متواجد في, في الفريق آه آه الف هذا من جهة انا تشوف موافقك ولكن لما تشوف اللاعب اللي هو من مدينة ليون الفرنسي ياسين سقسي قبل ما تروح النقطه هذه انت علاش هذه المشاكل يصراو خصيصا مع اللاعبين اللي يشطوا في نادي ليون الفرنسي <applause> طبعا <بلو> هذه <applause> جون ميشيل اولاس اولاس من جهه رئيس نادي ليون وحاجه واحده باش نعرفوا لمعلوماتنا كامل المعلومات المتفرج انه في 2004 لما كان حداج رئيس الاتحاد الجزائري لكره <applause> القدم الاتحاد <applause> الجزائري لكره القدم تقدم بعرض رسمي لكريم بنزيما اعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى راسهم حداد وعمي محمد خليفي تاع مدينة البوليده اللي نسلموا عليه راحوا بخطرات الى مدينة ليون الفرنسيه وتلاقى مع والد بنزيما اربع ولكن في الاخير بنزيما كان يجي ما يجيش يجي ما يجيش ولكن في الاجتماع الاخير والد بنزيما قال لاعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا ابني اختار المنتخب الفرنسي اللاعبين اللي لعبوا في هو الصراع هو الصراع. اللعبين، اللعبين اليوم هاو شافوا الصرى فقير هاو شافوا الصرى وهذا اللاعبين هذ اللاعبين اليوم يعني سلاغا يقول باللي ما كش فرق بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الجزائر. الجزائري لانك واسمو لماذا؟ لانك عندك انت مثلا رياض محرز مثلا صحيح. احد احسن اللاعبين في العالم ما. رياض محرز عنده مكانه حتى في المنتخب الفرنسي صحيح صح اليوم يقول هذا اللاعب انا نجي للمنتخب الجزائري وعندي امكانيات وننجم نلحق للمستوى العالي والمنتخب الجزائري ينجم يدينا يلحقني يلحقني لاحسن الانديه المتواجده في العالم انا شفنا صرا مع محرز كان في كان في ليستر في الدرجه الثانيه والدرجه الاولى ومن بعد, بعد بطل طبعا بعد مانشستر سيتي واليوم راه في احد احسن واغنى الانديه المتواجده في اوروبا في, في اوروبا وربما في العالم صحيح ربما في العالم صحيح. اليوم هذا اللاعب هذا اللاعب يقول لك انا ندي الخيار تاع العائله ونظن ونظن ربما اللاعبين توانا اللي لعبوا تما ربما اللي كان يلعب ربما جمال بلعمري ربما اسلام سليماني حتى سليماني, سليماني, سليماني ياسين يعني أطلع كان, كان في الشراقه فش... ومن بعد شباب بلوز ده المنتخب الوطني هادو هادو بزاف انتقادات جات ينجم ينجم ده هو ده؟ ينجم هو يروح يسقسيهم ويكونوا كيف راح طبعا هذا من جهه من جهه ثانيه يعني يشوف باللي المنتخب الجزائري هذا المنتخب هذا اللي هو يحقق في نتائج وشاف هذاك لونغومون لونغومون اللي جاء ابري لا كوب دافريك شفنا شو المنتخب كذا الى اخره اليوم اللاعب اللي يلعب في المنتخب الجزائري ابواب الاحتراف تكون مفتوحه عليه ينجم يلعب في ريال مدريد في برشلونه في باريس سان جيرمان في كذا الى اخره اليوم انا نظن اللاعب هذا احسن الاختيار واعطى صفعه للاعبين اللي كانوا رفضوا المنتخب المنتخب الجزائري من اجل المنتخب الفرنسي واليوم واليوم ما يتكونفوكوش ها فقير بوكو جواه ماشي غير هو اعتقد انها سابقه ياسين منذ منذ استقلال الجزائر ما صارش واحد كونفوكا فرنسا وجا الجزائر لا لا صارت في بودبوز بودبوز, بودبوز يعني. فقط لا هدف الفئه السنية لا فوره. لا انا نظن شوف قريت حوار حوار نظن احد المدربين الفرنسيين ولا قال باللي اللاعب الوحيد اللي رفض المنتخب الفرنسي هو يرفض دبوس نحييوه يرفض دبوس اليوم يقول لاعبين لاعبين واحد قال لك انا ما شفتش حتى جمال بالماضي في الندوات الصحفيه تاعو يقول باللي يعني اللي يحب يجي المنتخب لازم يكون عنده اسدوس جو الصفا عندك الاسدوس لما اليوم اليوم انا عملت لك دعوه عملت لك دعوه اللاعبين اللي ما يجول المنتخب الله يسهل ولكن اللاعب هذا اللي اختار المنتخب انا نظن دار يعني ان بون و... واليوم نطلبوا حتى من من مسايرين تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم باش يعاونوا هذا الجوار هذا الجوار فو لي لو ليسي كوم سا الا ما عندوش مالاج ديلو الا خصاتو حاجه لازم تعاونوا الى غير باش يوفروا الامكانيات باش تزيد باش, باش تعطي دي جوار وحدة اخرين باش يجوا للمنتخب صحيح. باش يجوا للمنتخب جيد امين I mean, uh... حنا نشوفوا قائمه تاع المنتخب اللي عندها مراد سطاطني يعني غياب كل اللاعبين ما عدا اللاعبين الناشطين في الدوري الفرنسي هل هذا بسبب غياب تاريخ الفيفا ولا هو خير كان يعني عنده زياره غير الانديه الفرنسيه <تصفح> <تصفح> <موت> <applause> لا لا انا لا ما حبش نجاوب ما لا ما عنديش ما اللاعبين في فرنسا نعم نعم وعندنا واحد في اسبانيا والبرشلونه نعم هما كانوا برد بزاف الانتقادات قال لك علاش لاعبين ينشطوا في فرنسا في انجلترا عندنا في هولندا في بلجيكا قال لك علاش غير في فرنسا تفضل تفضل هكذا خليته باش يهرب لي مليح والله خليه نعطيها في عجله يا سيدي في عجله انا نظن انا نظن انه بطوله الشبان كما يعرف بطوله الشبان كانت متوقفه عندنا عندنا كانت متوقفه لا ولكن السؤال ماشي هذا هو ماشي حان الوقت باش يولي بطوله الفئات الشبانيه دقيقه 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 خلي 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 انا نظن انا نظن باللي البطوله تاعنا كانت حابسه بالك دوك نقولوا عندها شحال عندها عامين تقريبا عامين, يعني يعني اليوم تروح تلعب مع المنتخب الفرنسي في كلا فونتين بلاعبين ما يلعبوش عامين وتعرف انت جوا اللي ما يلعبش كيفاش راح يلعب مع جوا دو نيفو بون جو بونس هذا من جهه من جهه ثانيه نظن باللي مورات سلاطني يكون هذا هذا اللاعبين هذو يشوف يشوف شكون اللاعبين اللي غدوه ينجم يتكل عليهم اليوم باغ اكزومبل هو اذا في ان شوا تاع 21 يعني اسم جوار اسك ها اسك هذو لي 21 اسك كامل عندهم مستوى تاع المنتخب ربما في هذو بالك كان 5 6 10 12 بالك كامل نظن ان انا انا حسب رايي هذا هو والله اعلم لا ماشي هذا هذا شيء مفرغ منه لانه انت اللاعبين اللي ما شاركش منذ سنتين واش تسنى منه يعطي لك خاصه في المستوى العالي احنا ما نشطوش على اللي ينشطوا في احنا ما نشطو انت قلت باللي اللاعبين كاين لاعبين اللي نشطو في بطولات يعطيك صح انا هذا واش حبيت لها هذا واش حبيت <applause> الاخ ياسين لانه سؤال معليش ولكن ربما هو شاف نضيف برك واش قال الاخ ياسين ربما هو حب يشوف اللاعبين هادوما واش راح يقدموا لانه الكثره ينشطوا في البطولات الفرنسيه وخاصه في فريق ربما ليون <applause> لذلك ربما حب يشوف واش يقدروا يمدوا وهذه ماشي ربما ماشي ماشي لا ليست فينال لان فوالا ديفيني. ماشي ديفينيتيف مازال عنده مازال عنده اللاعبين اللي راح يسيليكسيونيهم ربما هذه راح يختار الافضل من هذا القائمه جيد شكرا امين شكرا ياسين مشاهدينا وصلنا الى نهايه النصف الاول من حصه ستين دقيقه الكره نروحوا فاصل ونعود لا تذهبوا بعيدا